والأرض وتوضيح مثال قاضي الظلم، وخصوصا الآية التي تقول اصنعوا لكم أصدقاء من مال الظلم. مال الظلم ليس هو المال الحرام، لكن هو المال اللي انت ظلمت فيه الكنيسة وظلمت فيه الفقراء وخليته عندك. يعني انت عليك تدفع العشور، ما دفعتش العشور وقعدت معاك يبقى دي مال ظلم. عليك انك تدفع البكور وما دفعتهمش وخليتهم معاك يبقى ده مال ظلم. المال اللي عندك زايد عنك، زايد عن حاجتك ويحتاج اليه الفقراء وما تدهمش منه يبقى انت ظلمتهم وحجزت المال عنك. عشان كده بيقول اصنعوا لكم اصدقاء من مال الظلم. من هذا المال اللي انت ظلمت فيه الفقراء وظلمت فيه الكنيسة اصنع منه اصدقاء اللي هم الفقراء والمحتاجين، فيدعوا لك